المغاربه يعني كيتهم كيه، ما حيلتهم يمشوا للسوق ويلقاو اثمنه في المتناول ديالهم، ما حيلتهم يصدقوا الكذوب ديال الوزاره ديال الحكومه اخنوش. فالمغربي هاد الخطره الجايه اللي بغى يمشي للسوق ما خصوش يمشي بوحدو، خاصو يدي مفوض قضائي ويجر معاه وزير ولا وزيره صح يمشي معاه للسوق باش يقول له اخويا ديك الاسمنه اللي قلتي في التلفازه اجي انت تقدر ليا بها في السوق. وحنا هذا الكلام راه ماشي تجني، هذا راه كلام موثوق ومسجل على كل وزير ووزيره في الحكومه ديال اخنوش. غنتصنتو لسيدي الاول سي بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومه شنو قال؟ شوفك يعني تمشي الاسواق الشعبيه وتشوف يعني الاثمنه مباشره، كنت تمشي الاسواق الشعبيه دابا حيت لي قبل من هذا كنت في حد العرب شريت اللحم 75 درهم هاو السي بيتاز قال لك السيدي بان اللحم كيشري ب 75 درهم، فما عرفتش واش كيشري في السوق ديال المغرب ولا كيشري في السوق ديال الارجنتين ولا السوق ديال البرازيل ولا السوق ديال روسيا. ثم ماشي هذا هو الوزير الوحيد اللي تيكذب على الشعب المغربي، راه كاين واحد الوزير اخر صديقي وزير الفلاحه حتى هو نفسه كيقول كلام مناقض للوزير بيتاز. اشنو كيقول السي صديقي؟ فالارقام اللي عطيتي يعني بالنسبه للمجازير اليوم في الدار البيضاء 72 حتى ل 75 درهم يعني نقصت، يعني ها هو كيقول لك سيدي بان هاد اللحوم في المجازر ما بين 72 و 75 درهم، بمعنى ما غاداش تقل على 80 درهم في السوق بالنسبه للمغرب. واش اجي السي انت وزير الفلاحه اجي انت تقدا ب 80 درهم في الدار البيضاء في الاحياء الشعبيه وفي الدروبه؟ ثم كاين واحد الوزير اخر اللي هو نزار بركه تيقول كلام مناقض لهاد الوزيرين، نتصنتوا للسي نزار بركه وزير الدجاج كيقول الاشكال الحقيقي اللي هو مطروح وهو انه ماشي لان تزاد في مطيشه ولا وصل مثلا في اللوبيا الخضراء وصلت 22 درهم الكيلو الى اخره، المشكل ماشي هو هذا، الا كانت غير ماده ولا جوج، المشكل هو انه بهذاك 100 درهم ما بقيتي تشري والو. او نزار بركه اللي كلامه نوعا ما اقرب الى الصدق، لان 100 درهم بقات كدير والو للمواطنين، ولكن حنا ما كيهمناش ماذا قال نزار بركه، حنا تيهمنا ثلاثه الوزراء في الحكومه كل واحد كيلغي بالغاه. فما عرفناش واش هذه الحكومه اللي كاينه في المغرب حكومه واحده وعندها مصادر مرجعيه واحده للاثمنه والاسعار في المغرب، ام عندنا ثلاثه الحكومات؟ حيت عندنا الحكومه ديال بيتاس كيقول لك بان اللحم 75 درهم، عندنا الحكومه ديال وزير الفلاحه صديقي كيقول لك بان اللحم عمرو يهبط على 80 درهم، وعندنا الحكومه اللي فيها نزار بركه تيقول لك بان 100 درهم راه ما بقات كتقضي والو. فبغينا نعرفوا هذه البلاد شكون اللي كيحكمها، الحكومة ديال أخنوش اللي موحدة وعندها شبكة مرجعية واحدة للأسعار، ولا كاينين 16 ألف حكومة كل واحد كيلغي بالغاء؟ ولكن سي نورمال يعني هاد التضارب في الأرقام ديال الوزراء وهاد الاستهتار ديال الوزراء بذكاء المغاربة وبنجهم يكون علاش؟ حيت كبيرهم الذي علمهم السحر أي رئيس الحكومة عز أخنوش هو بنفسه يغالط الرأي العام ويقدم معطيات أديبة ويستبند الرأي العام المغربي. ونتصنتوا للسي أخنوش شنو قال في آخر تجمع ديال الحزب ديالو؟ حقنا جميع كأحاء أن نكونوا فخورين بحقيقة بهذه الحصيلة، وخصنا جميع ندافعوا عليها وحنا بوجهنا أحمر، لأننا بالفعل في بعض المجالات خصوصا الاجتماعية قدرنا نحققوا في ظرف سنة واحدة داكشي اللي ما تحققش في واحد 10 سنين. هو السي اخلوش كيقول لك سيدي في ظرف سنه خاصنا حنا نفتخروا بان المغرب حقق في سنه ما لم يتحقق في 10 سنوات. فما عرفناش واش اخلوش وزير او رئيس حكومه في المغرب ولا رئيس حكومه في الالمان وفي الدنمارك، لان في هذه السنه يعني الوحيد الذي يحق له ان يفتخر بما تحقق في هذه السنه راه هو فعلا اخلوش، لانه هو الوحيد في المغرب يتزاد الثروه ديالو، زاد تقريبا حسب المصادر ب 900 مليون ديال الدرهم، نقول واحد المليار ديال الدرهم فور اراوند ديال لو شيفر، مليار ديال الدرهم، وكانت هذه السنه احسن ما تحقق لاخلوش لان مرتو ادمجت حسب المجله ديال فوربيس في الدرجه 100 ديال النساء في العالم المتحكمات في المال وفي الاعمال، والدرجه 17 في المنطقه ديال الشرق الاوسط. اذا خارج اخنوش والعائله ديالو الذين استفادوا في هذه السنه، راه الشعب المغربي لم يستفد الا بغلاء الاسعار، ولم يستفد الا بالبطاله، ولم يستفد الا بالكساد وبالشلل الذي اصاب معظم الاسر المغربيه. فهذه السنه والاحصائيات الرسميه كتاكد لنا بان راه نصف الاسر المغربيه تقريبا اكلوا ذوك المدخرات على قلتها اللي كانوا جامعينها، وكلهم التجاؤوا الى اضافه المديونيه ديالهم والقراض. وفي هذه السنه راه مليون ونص ديال الشباب المغربي يقرا ما تيخدم، وفي هذه السنه راه تقريبا عندنا 11.2 مليون امراه مغربيه خارج سوق الشغل، وفي هذه تقريبا يعني في هذه السنه راه السجون المغربيه حطمت الرقم القياسي، راه وصلنا دابا الان لعتبه ديال 100 الف سجين في المغرب. هل الارقام الحقيقيه اللي كيشوفوها وكيصادفوها المغاربه في خلال هذه السنه ماشي داكشي اللي قال اخلوش، ولكن للاسف الشديد بلان الله يعني بهذه الحكومه لم تكتفي فقط بجلد المغاربه بنار الغلاء، بل كتزيد في استحمارهم وفي الضحك على ذقونهم.